كيف يجاب عن قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ ما هي بدعة شرعية، هذه بدعة لغوية، بدعة لغوية ليست البدع في الدين لا تجوز لا عند عمر ولا غيره، وإنما قصده البدعة اللغوية، شيء لم يسبق له مثيل، مثل جمعهم على إمام واحد، كانوا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، يعتبر هذا من ناحية اللغة بدعة، لأنه شيء ما ألفوه من قبل، فيعتبر هذا بدعة لغوية لا بدعة شرعية، لأن التراويح ليست بدعة يا أخوان، صلاتها جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر إنما أعاد سنة الرسول، جمعهم على إمام واحد، وكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح ليالي من رمضان، إلا أنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليالي، فصلاة التراويح جماعة على إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست بدعة، فيجب أن نعرف هذه الأمور. نعم.